السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. البنات كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنت من تلقاكم هذا الفيديو بخير وعلى خير، تكونوا بتمام الصحة والعافية. كنطلب منكم لأول مرة تشاهد القناة تضغط على زر الاشتراك وتفعل الجرس باش ديما يوصلها الجديد. ومرحبا بأي بنت يلاه التحقت بالقناة، وكنشكركم كاملين، كنشكركم على التعليقات ديالكم ولي جام ديالكم. المهم بنات، اليوم غدا نشارك معكم الطريقة ديال الخياطة ديال الفراشة. كما قلت لكم الخدمة بهاد السفيفة وهاد القيطان هذا كما كتشوفوا. المهم قبل ما تستعملوه، يعني قبل ما تنفوا تشريو السفيفه والقيطان ديالكم، قبل ما تستعملوه من الاحسن انكم تفوروه. هاكم ملي كتفوروه كيولي رطب، ما كيبقاش قاصح وما كيبقاش تلوى. هو السفيفه يعني ضروري البنات اللي بغيتوا الخدمه تجيكم ما مكمشه ما مزيره ما حتى شي حاجه، من الاحسن تفوروها. يعني بزاف الناس ما عارفينش هذه القضيه، بزاف الخياطات ما عارفينش هذه القضيه، حتى انا ما كنتش عارفاها في الاول، ولكن مع المداومه وكتبقاي تقداي وهذا كتبقاي تاخذي نصائح من الناس اللي كيبيعوا هذا الشيء. انا اللي كان قالها لي اول مره صراحه ما كنتش عارفها، كان قالها لي السيد اللي كناخد من عنده القيطان والسفيفه اللي كنتقدم عنده دائما. يعني ملي كتولي كليانه اللي هذا ما كيبقاش عليك الانسان بالنصائح. المهم انا قلتها لكم ضروري البنات تبقاو تفوروهم، كديروهم عادي في الكسكاس ولا هذا، وكت كتفوروهم واحد 5 دقائق هكذا حتى كتحسوا به. يعني شبع داك البخار، يعني دخل البخار في القيطان صافي، وكتحيدوه. المهم البنات دابا غادي نبدا الطريقه ديال الخياطه. اول حاجه بالنسبه للخياطه البنات، فانا غادي ناخذ الفراشه كما كتشوفوا، هذه الضوفه ديال الامام، وغادي ناخذ الضوفه ديال الخلف، وغادي نلاقي الكتاف. اول حاجه كما كتعرفوا نلاقي الكتاف، يعني طريقه عاديه نلاقي الكتاف ديال البياسه. في طبيعه الحال هنا راه الكتاف والكمام يعني مشروب كلشي، يعني فراشه غنلاقي الكتيفات بحال ما هكا، يعني من هذه النقطه ديال الكم حتى النقطه ديال العنق بهذا الشكل هذا. يعني بالنسبه للكتيفات بجوج، اذا البنات هنا من بعد ما لاقيت الكتاف، يعني الكتف الاول الكتف الثاني، غادي ناخذ القيطان ديالي بهذا الشكل هذا. غادي نبدا من الكتف، هذا الخياطه ديالي من الكتف بهذا الشكل هذا. غادي نخدم القيطان هو الاول، حتى غادي نخدم السفيفه لنص الطوق، يعني بهذه الطريقه هذه. البنات غادي نمشي بهذه الطريقه هذه. كما كتشوفوا انا هنايا دزت على الكتف، يعني الكتف والكمام في نفس الوقت بهذا الشكل هذا. غادي تشوف ديالي باش نجي الخياطه مكمشه وكنمشي غادا بهاد الطريقه هادي. من هنا البنات وصلنا راس الكم، هنا كما كتشوفوا هنا الكمام، هنا راس الكم. غادي نخلي واحد سنتيم سنتيم، وغادي ندور القيطان، ندور الثوب ديالي بهاد الجهه هادي باش تجيني قادة. صافي البنات، وغادي نمشي بهاد الطريقه هادي، غادي نمشي بهاد الشكل هذا، وغادي ندور على الفراشه كامله. مني غادي ندور على الفراشه كامله غنوصل الجهه المقابله ديال هاد الكم، يعني الكم الاخر. هنا البنات كما كتشوفوا انا وصلت للكتف الثاني، ها هو الكتف الثاني، هبطت درت هاد الدوره كامله، درت هاد الدوره كامله وطلعت هنايا لقيت الكتف الثاني. دابا الكتف الاخر هو ثاني غادي ندور به في هاد، غادي ندير له نكملو حتى هو القيطان بهذا الشكل هذا.
غنمشي بهذه الطريقه هذه. البنات كما كتشوفوا انا ملي طلعت دابا بالقيطان نعاود نرجع بالقيطان، غادي ندوبل هنا القيطان باش كتجيني الدوره زوينه. كما كتشوفوا هنايا هنا العنق، ها هي النقطه ديال العنق، وهنا غادي نعاود نرجع هنا البنات، غادي نعاود نرجع بالقيطان بهذا الشكل هذا. هنا البنات في الكتف الاول، راه دابا ملي غنعاود الدوره كامله غادي نعاود، ملي غنعاود الدوره كامله يعني غنوصل هنايا غادا نطلع بالقيطان وغادا نعاود غادا ندوبل هاد البلاصه حتى هي كما كتشوفوا، غادا ندوبلها وغادا نفيني القيطان هنايا. المهم انا نهبط دابا بالقيطان بهذا الشكل هذا، بهذا الشكل هذا كيجي مدوبل. البنات من بعد ما ساليت الخياطه في دورت القيطان على البياسه كامله كما كتشوفوا، انا هنايا فين ساليت القيطان يعني ضربت الدوره وجبته هنايا فين بديت البديل الاولى. صافي البنات دابا غادي ندوز هنايا الطوق او لا العنق. بالنسبه للعنق، العنق انا كنوريكم غير الخطوات البنات، الا بغيتوا الطريقه ديال كيفاش كنخدم القيطان والشفيفه راني ديجا خدمتها في القناه، ولا كان عندكم شي مشكل فيها مرحبا نعاود معكم فيديو خاص بالقيطان والسفيفه. هنا البنات غادي نشارك معكم غير الخطوات باش كيفاش تخدموا الفراشه ديالكم. هنا البنات كنجي للخلف ديال العنق، كنبدا بهذا الشكل هذا، هذا نخدم القيطان بهذا الشكل هذا، كنحطو في الوسط، في الوسط ولا اي نقطه في الظهر، المهم في الخلف، المهم انه يكون في الخلف ديال العنق. هاد الشكل هذا كما بان لكم راني قلبت 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 البياسه يعني هنا الظهر ديالي. صافي غادي ندور الدوره الاولى، غادي ندور القيطان يعني من الخلف على الحاشيه ديال العنق والنص الطوق. كما كتشوفوا كنخلي واحد نص سنتيم بهذا الشكل هذا، وكندور على العنق وعلى وعلى النص الطوق، نبقى هذا بهذه الطريقه هذه على الحاشيه، كنجي هنايا النص الطوق ثاني وكنهبط في النص الطوق ديالي البنات. هنايا غدا ندور الدوره ديال القيطان على النص الطوق وغدا نفيني هنايا. صافي البنات ملي كملت الدوره كنجي هنايا النقطه اللي بديت فيها غدا نفيني فيها القيطان، كندير كنحط القيطان على القيطان يعني بهذا الشكل هذا. صافي
كي اكل فيني كندير ناريطمون بهذه الطريقه هذه صافي اكل فيني القيطان ديالي بهذا الشكل هذا صافي. دابا البنات غادي نقلب البياسة على وجهها باش نخدم السفيفه بهذا الشكل هذا. البنات كناخذ السفيفه ديالي. بالنسبه للسفيفه البنات كنقلب الثوب يعني هاد نص سنتيم هذا اللي مخليه ديال الخياطه بهذا الشكل هذا وكنحط السفيفه وكنخلي يعني ما كنحطش السفيفه على الحرف يعني ما غنديرش الخياطه ديالي من هنا لا نخلي واحد جوج سنتيم وغادي نبدا الخياطه ديالي ونحاول نبعد على فين فينيت القيطان يعني باش ما تجينيش الفينيسيون ديال السفيفه فوق الفينيسيون ديال القيطان باش ما كتجيش باينه. كما كتشوفوا انا حطيت السفيفه بهذا الشكل هذا بهذا الشكل هذا وغادي نبقى غادي نمشي بهذه الطريقه هذه وغادي نبقى ندور هاد نص سنتيم هذا كما كتشوفوا بهذه الطريقه هذه كنقلب هاد نص سنتيم باش نخيط باش يبان لي القيطان حدا السفيفه بهذا الشكل هذا صافي. غادي نمشي بهذه الطريقه هذه نحاول انني ما نجبدش الخدمه ديالي بهذا الشكل هذا هنا. البنات ملي كنوصلوا السفيفه هنايا كنبغوا نفينيوها في الظهر يعني من هنا بديت الخياطه من هنا بديت الخياطه وهنايا الدوره فين وصلت هنايا هنا غنقطع هاد السفيفه هادي قطع على الشكل هذا. غادي نجي هنا البنات كما كتشوفوا خليت واحد سنتيم ونص تقريبا ما خيطتوش وغادي نجي وغادي نقلب السفيفه بهذا الشكل هذا وغادي نخيطها من هنايا. هاد الطريقه هادي البنات كتخلي لكم السفيفه فينيه وكتجي في الظهر فينيه وما بينش العيب كاع. هانتوما البنات غادي نخيطها بهذا الشكل هذا بهذا الشكل هذا. البنات كتقلب بهذه الطريقه هادي. دابا هنايا غادي نحيد هذا الشيء اللي زايد يعني نخليه في الاول باش نخيطو في خاطرنا من بعد كتفينيها بطريقه عاديه صافي. البنات هاد السفيفه بهذا الشكل هذا وكنخيط بهذه الطريقه هادي كنجي هنايا الملاقيه ديال السفيفه وكنهبط بهذا الشكل هذا وكندور مع السفيفه الخياطه الثانيه يعني كندير الخياطه الثانيه ديال السفيفه بهذا الشكل هذا يعني كندور مع الكول ومع النص الطوق حتى كنوصل ثاني هنا. اذا البنات هنايا من بعد ما ساليت النص الطوق ديالي كما كتشوفوا انا ساليت النص الطوق ودرت الكابل المره الثانيه يعني خدمت الكابل المره الثانيه يعني دوزت الكابل الثاني في الحاشيه ديال السفيفه. دابا البنات غادي ناخذ البياسه ديالي بهذا الشكل هذا باش غادي نخيط هذه الخياطه ديال الجناب. غنبدا من اي نقطه بغيت غنبدا من هنايا باش ما يبانش العيب ديال لاريتمون. غنبدا من هنا في الاسفل يعني غنضرب الدوره يعني البياسه كامله كما كتشوفوا هنا مخليين سنتيم باش يلا كتجينا عبر الصباط وكنخيطوا في خاطرنا هكا. هنا البنات غادي نمشي مع البياسه كامله بنفس الطريقه بهذا الشكل هذا واللون ديال الكانيط يكون اللون مناسب مع هذا مع الثوب هو اللي غادي يجينا في الواجهه صافي. غنمشي بهذه الطريقه هذه نفس القياس هكذا حتى ندور على البياسه كامل. المهم البنات هنا كما كتشوفوا انا خيطت الحاشيه كتجي بهذا الشكل هذا كما كتشوفوا.
هنا غادي نجي لكم باش غادي نطراسي باش غادي نخيط الايفازي اللي طراسيت معاكم في الطريقه ديال الفصال. ها هو باقي بين ليا الطباشير، غنبدا الخياطه ديالي من هنا. هذا هو الكم، ها هي الفتحه ديال الكم كما كتشوفوا، ها هي الفتحه ديال الكم كيفاش كتجي. صافي عندي الثوب مطراسي، غنبدا الخياطه ديالي من هنايا وغادي نهبط فين طراسيت بهذا الشكل هذا. المهم انا شاركت معكم الخطوات حيت بزاف اللي كتجيها الفراشه صعيبه، يعني كتفصل البيجامه بسهوله ولكن الفراشه كتجيها صعيبه. ولا بغيتو بالديطا يعني كيفاش خيطت بالديطا، راه وريتكم كاع الخطوات، يعني راه ديجا خدمت معكم طريقه تركيب السفيفه، طريقه القيطان، يعني هنا شاركتكم الخطوات المهمه اللي كنحتاجو في الفراشه. المهم هنا كتقادو التوب ديالكم كما قلت لكم، انا ما غنبداش الخياطه ديالي من هنايا، مولاتها بغاتها مفتوحه من تما. صافي وغادا نبدا نخيط بهذا الشكل هذا. تقادو البنات ضروري تبقاو غاديين وتقادو، حقاش الفراشه ما كتبغيش الديكالاج ولا هذا، يعني كتبغي الخياطه تكون هي هذيك هكذا البنات. صافي وغادا نتبع هنا عندي الدوره، صافي راه باين ليا مزيان هكذا. ديما نقاد البنات باش ما تجيني الديكالاج. صافي هنا عندي الدوره، ديما نقادو من هنايا من الطرف، من هنا من الطرف وكنمشيو. من الاحسن تكونوا مطراسين، الا مشيتو حتى ما طراسيتوش شوف ما غاداش تجيكم، كونوا اكيدين مقاده عمرها تجيكم مقاده. صافي نمشي بهذا الشكل هذا هكذا كما كتشوفوا، كنقاد هنايا وكنجر الثوب وكنشوف واش مقاد عاد باش كنخيط بهذا الشكل هذا. شي نفس الطريقة قد تشوف ديالي بهذا الشكل هذا هكذا، بقى غادا تاني بنفس الطريقة قد تشوف ونخيط هكذا البنات. هنا وصلت النهاية ديال التوب هكذا، شوف واش مقاد. هكذا البنات النهاية، صافي البنات بنفس الطريقة غادي نخيط الجهة الثانية. بنفس الطريقة البنات غادي نمشي للجهة الثانية وغادي نخيطها، يعني بنفس كما درت الجهة الأولى، حتى هي بطبيعة الحال عندي مطراسية. هاهي من هنايا التوب ديالي، هاهي هنا نبدا لكم. صافي البنات وغادا نمشي ها فين طراسيه، وغادا نمشي غندير نفس الطريقه كما درت الجهه الاولى، ونتلاقى بكم باش نوريكم الشكل النهائي ديال الفراشه ديالنا. هذا اخواتي هو الشكل النهائي ديال الفراشه كما كتشوفوا، مدوش عليها راه حقاش ما مصلوحاش كما ساليتها، شاركتها معكم ما تعطلت في الخياطه صراحه، كان خصني نلوح الفيديو البارح ولكن ما كنتش في الدار البارح داك الشيء علاش حتى اليوم، ودابا بعد باش ساليتها ما يمكنش ليا ثاني نتسنى حتى لغدا ونعطل الفيديو، يعني حتى تصلح، يعني كما ساليتها ركبت لها العقيدات وشاركتها معكم، ما تدوش على هذا الشيء خاصها غير تصلح. المهم هي الفكره وتكونوا فهمتوا كيفاش خيطناها. هنايا الكميمات كما كتشوفوا، هنا كما قلت لكم كيجو جوج قيط جوج ديال القيطان، وهنا كنهبطوا بواحد كيجي سام كما كتشوفوا. العقيدات درتهم هنايا سامبل، عقيدات بلديين سامبل كما كتشوفوها نتوما، راه السفيفه راها مطلوقه يعني راه باقا ما مصلوحاش، وكما كتشوفوا راها جات مطلوقه. المهم اللوين دابا عاد باش بان صراحه في الليل، عاد باش بان مع دابا الليل، يلاه دابا عاد باش بان مزيان صراحه، بنهار ما بانتش في الكاميرا مزيان، كيجي جات السفيفه وهذا جا مختلف على اللون، ولكن دابا كيبان مزيان.
هنايا في الدوره كيفاش جات، ما عرفتش كيفاش غنصور لكم. هانتوما البنات كتجي سامبل، كتجي زوينه. المهم بنات كنتمنى ان الطريقه تكون مفهومه وانكم تكونوا استفدتوا من لا فيديو. بطبيعه الحال اللي عجبتها لا فيديو تخلي لي جيم، واللي عندها شي تساؤل ولا شي تعليق مرحبا تخلي لي في التعاليق. وبسلام عليكم، نتلاقاو ان شاء الله فيديو اخر باذن الله. دمتم في رعايه الله.